هذا مجنون فريجنا يعني من جيراننا. جيت اضحك معاه قلت له عبد الله اسمع عبد الله قال ايش تبي؟ قلت له يا معود انت تحضرون هو اللي يننا شنو يا تعرف على واحد يمني وقاموا بالليل يصكون على روحهم بالدار وبخور وياوي ما ادري شنو ويقرون من هالكتب مال الطشقان بشان كان شان هذول الاسامي الجن ها وبيحضرون الجن وجنوهم. وهذا عبد الله خبل الجن من التحضير وبخور ودخان وبالليل خف عقله. فقلت له عبد الله اضحك معاه انا بس عبد الله انا احب لي وحده وهي تحبني لكن اهلها مو راضين يزوجونها لي واهلي مو راضين انا اخذها. ويا معود كان من هاللي تقعدون لهم بالليل تقعدون معاهم يسوون لنا شقله؟ قال لها حاضر ممنون حاضرين وراح. ثاني يوم لقيته قلت له عبد الله ايش سويت يا معود؟ قال اسكت حضرت لك خرخوش بن مرحوش بن مرطوش اسم هالطوله طلع علي هذا كبير الجان وياي من سبأ في ما ادري وين من اليمن وقلت له قصتك. قلت ايش قال لك؟ قال تحضر شعره من كس امك وشعره من كس امها. وبعقدهم واذا بطلتهم اتزوجوا. قلت والله يبا انا المجنون موت. انا المجنون موت. لا لا يبي شعره من كس امها وشعره من كس امها. اي والله. ايه بصد جبع يا خبل بعد شنو ولا انتم عقدتم وشي لا بطل لا عقدت شعره شي بطل يا برا فتش يطلع الشعره بس. قلت لا بالله رضا واهلها روح لا ابوك لا ابو جنك لا ابو سبع اللي